بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من المحاضرة السابعة في الشابتر الثاني. سنتعرف في هذا الفيديو إلى تعريف السنجل شير، الدبل شير، والبيرينج ستريس. نبدأ بالسنجل شير. معانا هذا المثال، هذا القطعتين الربط ما بينهم هو هذا المسمار البولت، وفيه تحميل قوة مثل ما مبين في الرسمة. فالمسمار صار معرض إلى إيش؟ إلى الشير، لأن القوة هي مماسة للمقطع. هذا المثال أيضا، هنا معنا قوة مماسة للمقطع، لو شايفين هنا قوة مماسة للمقطع فيحصل شير، يعني هذا المسمار، هذا السوليد subjected to shear، محمل بالشير القص. المساحة المحملة بالشير هي مساحة واحدة فقط، تمام؟ هذا ليش يسمى single shear. والقانون، قانون الـ average shear stress هو إيش؟ هو force على area، لأن الـ V هنا، الـ V هنا تساوي الـ F. بالنسبة للـ double shear نتحصل على مساحتين مقطوعات. هنا المقطع معنا، هذا السوليد الأول، هذا السوليد الثاني، المقطع الأول هنا والمقطع الثاني هنا، مع قوة الشير المماسة للمقاطع الاثنين. فهنا السبب الحقيقي هو الـ F، ينقسم إلى F على 2 و F على 2 هنا، وبالتالي القوة المسلطة على كل مقطع هي F على 2، الـ V تساوي F على 2، وعدد المقاطع المحملة بالشير مقطعين، المقطع الأول والمقطع الثاني، هذا المقطع الأول، هذا المقطع الثاني، بالتالي يسمى double shear. الأفريج شير ستريس هو فورس على 2 area، وبالتالي F على 2 هي قوة الشير، هي الـ V تقسيم الأريا اللي هي المساحة المقطوعة. أما بالنسبة للبيرينج ستريس، البيرينج ستريس يسمى أيضا contact stress. مثال هذا المسمار اللي معانا هنا معرض إلى ضغط جانبي lateral، محمل جانبيا، فهذا التحميل على المساحة التي يفترض محملة وهي القطر ضرب هذا الثيكنس T، هذه هي المساحة المعرضة للبيرينج، هذه المساحة A. فيكون البيرينج ستريس، أول شيء طبيعة البيرينج ستريس الفيزيائية هو نورمال ستريس، ويساوي فورس على أريا، الأريا هي مساحة هذا المستطيل اللي هو القطر ضرب الثيكنس T ضرب D، ويسمى average normal stress، يسمى البيرينج ستريس.